مقر جهاز حرس منشآت نفطية، ننفي جميع ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك أو القنوات المعادية للقوات الليبية المسلحة. هذا جهاز حرس منشآت نفطية قائم بعمل على أكمل وجه، لا يوجد أي اشتباكات بين حرس منشآت نفطية والقوات الخاصة السائقة، فكلاهما السائقة وحرس منشآت نفطية أخوة عسكريين يتبع القيادة العامة، ولا يوجد أي اشتباكات بالخصوص. وهذا مقر الحرس منشآت نفطية في مدينة البريقة، لا يوجد أي اشتباكات ولا يوجد أي خرق أمني في مدينة البريقة أو في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية. يوم تاريخ 18/7/2020 من داخل مقر جهاز حرس منشآت نفطية، الأوضاع تسير بالشكل الممتاز وكل الوحدات قائمة بعملها على أكمل وجه. هذا نفيا للإشاعات المتداولة التي تبث سمومها من جماعات الإخوان وجماعات